زرنا المستشفى المحلي بمدينة منزل بوزيان يوم الاثنين 29 أكتوبر 2012 لنرى الفرق بين الأمس واليوم. يوم 24 ديسمبر 2010 استقبل هذا المستشفى جرحى مدينة منزل بوزيان الذين سقطوا برصاص الطاغية. اليوم لم يتغير من الواقع شيء، بل بقيت أغلب المشاكل كما هي ولم يتم معالجتها، بل بقيت مجرد وعود. زرنا كي نرى وننقل إلى المجتمع وإلى كل من يهمه الأمر ما يقاسيه الكادر الطبي والمرضى داخل هذا المستشفى. الدائرة الصحية بمنزل بوزيان تعد مستشفى محلي وسبعة مراكز صحة أساسية، هي تعاني التهميش مثلها مثل بقية القطاعات. تو عنا عامين من الثورة ما تغير حتى شيء. المستشفى المحلي يفتقر إلى قسم لإيواء المرضى، بقي يفتقر لقسم توليد رغم بعده على مركز الولاية حوالي 74 كيلومتر. يفتقر التجهيزات الضرورية سواء في قسم السعجيري، سواء في المخبر، سواء في قسم الأشعة أو لمراقبة صحة المرأة والطفل. كذلك تم افتقار معناها في وسائل النقل، معناش سواء في سيارات الأسعاف أو في سيارات النقل الخفيف. معناها مراكز الصحة أساسية تبعد برشا على المستشفى ومعناش وسائل نقل اللي نتنقلوا عليها. حاليا ما تغير حتى شيء من الثورة وهي جاي، الوعود ياسر والتنفيذ ما ثم حتى تنفيذ. ثم حتى مشاريع قاعدة تتنفذ حالياً الموعود بها للصحة العمومية. كذلك ثم نقص في التجهيزات ونقص في الإطار الطبي وشبه الطبي والعمل. في الحالات الاستعجالية نبعثوا لسيدي بوزيد من غير ما نعملوا أشعة ومن غير ما نعملوا فحوصات المخبر والتحاليل الطبية. بالنسبة للإطار الشبه الطبي مثلاً من الممرضين أو المساعد الصحي، عنا نقص في الممرضين وفي المساعدين الصحيين. حاليا احنا نغطوا بالمتخرجين بالقطاع الصحي واللي هم يعملوا معناها في حاله بطاله وقاعدين يعملوا في نظام الحظائر. عندنا اكثر من 52 معناها مساعد صحي يخدموا على الحظيره، وضم ناس شهر يخلص وشهر ما يخلصش. قديش عندك وقت من اللي التحقت لهنا بالعمل في السبيطار؟ جوان 2010. على أي آلية تخدم؟ كنت نخدم على آلية 16 يعطينا 120 ألف في الشهر 9 شهور، فهمتني ولا؟ ومن بعد عطونا حذيرة مسترسلة يعطونا 240 ألف، نخدموا أجور 6 سوايع أجور، مثلا شيء أنا إلى ما يخالف ذلك. تو تخدم على الحذيرة؟ نخدم على الحذيرة. شنو هي النواقص بتاع السبيطار أنت كإطار مشرف ولا كتباشر في العمل؟ شنو هي لو كنت تذكر لنا أهم النقائص اللي هنا في المستشفى؟ كلها نقائص، ما عندنا حتى شيء. معناه أنا نقص سبيطار كما معناها بلغة أخرى، فهمتني ولا؟ أي مثلا ما آلة إلكترو كارديوغرام اللي هي تخطيط على القلب مش موجودة، ما عندناش فاسلة فيه ولا كهو. المواطن وقت يجي هنا معناه يتلقى الترحيب الاستقبال ولا سوا لباس؟ شنية الأقسام معناها اللي مبرمج أني باش تنضاف لهنا السبيطار؟ هي مبرمج باش يعملوا قسم إيواء، قاعة توليد، استعجالي جديد ما زال تم شيء، الميزانية قالوا تصبت وما رينا شيء، عملوا البلان وما رينا شيء، وما نعرفش. معنا كان مبرمج في جوان 2012 يبدو تقريبا لجويلة 2012، تو ما صار شيء. في مستوى تسويت وضعيتكم انتم اللي طلبتوا قبل بتسويتها، وين وصل المطلب؟ ما وصل حتى البلاصة، ما ثم حتى شيء، ما عملنا شيء تو. معنا باش تواصلوا ك إلى ما يخالف ذلك. عمل على الحظيرة معنا. مع الحظيرة لما يخالف ذلك. الأمنية عندها نفس الأهمية كما الناحية الصحية، يعني نقص في الأجهزة أو في المعدات الطبية أو الإطار الشبه الطبي من الإنفرمية وغيرها، عندها نفس القيمة هي الناحية الأمنية. إذا ما توفر ليش الأمن، كيفاش الطبيب مش ياخذ المرتاح وش يعطيهم وما به، كيفاش الفرمية هذا كيف كيف؟ مؤسسة عمومية نورمالمون يكون فيها أمن. هذا ناقص. فماش حارس مثلا موجود، لكن احنا نحكي الامن، يعني الامن يعني من حرس او شرطه او امن، فماش ناقص. تشعر كانك قاعدين تخدموا فيه في بيانسير بيانسير. احنا ساعات تعطينا بعض الظروف المحرج الامنيه المحرجه،
يعني واحد ساعات ماشي يحس بالامن على على نفسه يخدم واش امن هاتوا ماما انا تجمع تصير اي مشكل خاصه تعرف انت بعض الاسباب الثوره وثم شويه انفلات امني وثم بعض المناطق زاده ساخنه شويه معروف هذه وديما ما يعبر عنه توا الاستعجال ديرجونس تكثر فيه شويه المشاكل هذه ماهيش متعلقه بوزيان ولا ولا باي بقى كانت حتى في تونس العاصمه موجوده دونك اذا كان مؤسسه صحيه ما فيهاش امن راهو اكيد الروندومون باش ينقص سواء من المريض ولا من الفرن اصلا المريض ما يبقاش ماهوش امن اذا كانوا يدخلوا ماهوش امن اصلا ماشي قاعد خارج سيرتو في اوقات كما في الليل وكما في ياسر اوقات يعني احنا ماذا بينا كما ننظر للمعدات الصحيه الطبيه اللي نحكيو عليها ننظر زاد الامن حتى الامن عنده دخل فقلنا شويه امن حتى عون حرس او فهمت في الليل ولا في النهار يكون بيه. شكرا.